ينضم إلينا عبر الهاتف الطالب عبد الله بن صلاح بن حميدان الصاعدي، وهو الحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية للقرآن الكريم. حياك الله. الله يحييك، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحييك. في البداية نبارك لك عبد الله هذا الإنجاز وعلى هذه النعمة العظيمة التي رزقت بها من الله عز وجل. هذا التفوق الفريد في حفظ وتلاوة القرآن الكريم لا بد وأنه نتاج علاقة وطيدة بكتاب الله تعالى. حدثنا عن علاقتك بالقرآن الكريم. أولا أحمد وما أرسل بالبينات أحمد شهد به وسدد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد، وبعد حقيقة يعني بارك الله فيك وفي أيامك وأشكر لك طيب التهنئة، وأتوجه حقيقة في هذا المقام المبارك إلى الشكر لوالدي حفظهم الله تعالى، وأيضا الشكر لخادم الحرمين الشريفين والدي الملك سلمان حفظه الله تعالى وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كما لا أنسى الشكر الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد متمثلة بوزيرها الشيخ صالح الشيخ، وأيضا الأمين العام للمسابقات القرآنية منصور الدكتور منصور السميح، وكمان أيضا لا أنسى أن أتوجه بالشكر لكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية على رأسها العميد دكتور أحمد السديس، وأيضا الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. وعودا لبدء إجابة على سؤالك، لا شك أن العلاقة مع كلام الله عز وجل هي علاقة يعني ليست كأي علاقة، وإن كتاب الله أوفق وشافع وخير هناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، ويعني الإنسان حقيقة يشرف ويتشرف أن يكون ممثلا للمملكة العربية السعودية، وأيضا ممثلا لها في خير الميادين وهي ميدان التنافس في كلام الله عز وجل. صحيح أخوي عبد الله، بداية يعني المسابقة هذه يتساءل البعض عن كيفية الوصول لها، هل هي كانت عن طريق ترشحات مثلا؟ أي أولا فيه إشكال لعله يعني يتبادر إلى الأذهان فيه، وهي مسألة أن المسابقة تقام في كرواتيا. طبعا كرواتيا نسبة المسلمين فيها لا يتجاوزون 2% تقريبا، وهذه النسبة الضئيلة ما شاء الله تبارك الله يعني يقومون بجهد كبير جدا يعني، وأقرب دليل على ذلك المسابقة التي أقاموها. هذه المسابقة تقريبا عمرها الآن 24 سنة. صحيح. وكانت أوروبية فقط. يعني كانت على مستوى أوروبا فقط إلى العام الماضي، العام الماضي أصبحت عالمية. فهذه السنة الـ24 مثلت المملكة العربية السعودية فيها، فهي المسابقة طبعا كانت أوروبية حتى أصبحت عالمية. ويعني ما شاء الله تبارك الله هي مسابقة يعني أهلها هؤلاء ما شاء الله تبارك الله قاموا بجهد عظيم جدا 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 حقيقة. أنا يعني حضرت مسابقات لكن كتنظيم وكحضور جماهيري لم أشهد حقيقة، يعني هي من القلائل من المسابقات التي تعد في هذا الجانب. ويعني وزارة الشؤون الإسلامية هنا في المملكة العربية السعودية يعني دعمتهم ماديا ودعمتهم معنويا ودعمتهم حتى في إقامة الدورات، ودعمتهم أيضا في تنظيم المسابقة. الطالب عبد الله الصاعدي وأنت المشارك والفائز في المركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بكرواتيا، احنا شاكرين لك ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق ومزيد من النجاحات إن شاء الله في المسابقات القادمة.